إذا معرض سيتي سكيب العالمي إطلاق عدد من المشاريع العقارية بقيمة تتجاوز 68 مليار ريال و700 مليون ريال، حيث أطلقت الوطنية للإسكان معروضا عقاريا بضواحيها ومجتمعاتها وإطلاق مركز الأعمال، بالإضافة إلى مدينة خزام الرياضية بقيمة 42 مليار ريال. هذا وشهد المعرض تعاونا بين روشن وتشاينا هاربور بسبعة مليارات و700 مليون ريال ضمن مشروعات سدرة المستقبلية، بالإضافة إلى تطوير أول قطعة أرض للاستثمار العقاري في حديقة الملك سلمان بقيمة 4 مليارات ريال. في اليوم الأول أيضا أطلقت شركة مسار 18 برجا سكنيا وأربعة عمائر فندقية ومبنى مكتبي بقيمة 4 مليارات ريال. مزيد من التفاصيل ينضم معنا من معرض سيتي سكايب او سيتي سكيب مراسل الاخباريه زميل عبد الله الرويس. اهلا بك عبد الله، مساء الخير. اذا مجريات اليوم الاول عبد الله وابرز ما رصدته لديك. نعم احمد، كما ذكرت هذه الارقام الكبيره التي حققت في اليوم الاول هذا المعرض الذي سوف يستمر حتى 13 من هذا الشهر، حقيقة لافت الانتباه هو عدد الحضور الكبير في المعرض، بالإضافة إلى لم يقتصر الحضور على المواطنين أو المقيمين داخل المملكة العربية السعودية، بل بالإضافة إلى العديد من الدول الأخرى، هناك حضور كثيف حقيقة ولافت للمشاركين هنا في هذا المعرض في أعداد البوثات، في نوعية الحضور لبحث عن آخر ما وصلت إليه السوق العقاري. أنا أتواجد الآن أحمد في بوث وزارة الداخلية لعرض لماذا يعرضون هنا للزائرين في هذا المعرض، ودعنا نتحدث بشكل متخصص أكثر في تطبيق أبشر، ولعلي أستضيف في هذه اللحظة المهندس طارق الحمادي. أهلا بك مهندس طارق، متحدث الرسمي باسم تطبيق أبشر. لماذا استهدف تطبيق أبشر المشاركة في معرض عقاري؟ الحقيقة هدف وزارة الداخلية من المشاركة في معرض سيتي سكيب لهذا العام استدامة أو تحقيق رؤية السعودية 2030 في أنسنة المدن، الارتقاء بالمشهد الحضاري وأيضا الارتقاء بالخدمات المقدمة. من ضمن الخدمات المقدمة هي الخدمات الإلكترونية بالتأكيد، وهي ما تقدمها منصة أو قطاعات وزارة الداخلية عبر منصتها، منصة أبشر الإلكترونية. الحقيقة يعني نهدف إلى من خلال تقديم الخدمات بشكل إلكتروني والتحول الرقمي لخدمات الوزارة إلى تحسين جودة حياة السكان، وهذا جزء فيما يعني يتعلق بدور منصة أبشر في مشاركة في هذا المعرض، والجانب الآخر استعراض الخدمات التي تقدمها منصة أبشر أعمال للمستثمرين في المجال العقاري، وأخذ طبعا ردود أفعالهم على الخدمات المقدمة، ونبحث طرق تحسين تقديم هذه الخدمات الحالية، وأيضا استحداث خدمات جديدة موجهة لقطاع الأعمال، وتحديدا هنا لقطاع الأعمال في مجال العقاري. هناك مشاركة كبيرة، حضور على مستوى العالم، ما هي أبرز الأسئلة التي رصدتموها من المشاركين حول تطبيق أبشر؟ كون أبشر حقيقة وصل لمراحل متقدمة جدا. يعني امتداد للحديث السابق الأسئلة كانت منقسمة قسمين، يوجد من يسأل كفرد ومستفيد من الخدمات، وأيضا يوجد من يسأل كمستثمر. المستثمر يسأل عن بعض الخدمات التي لم تقدم إلى الآن، التكامل مع الجهات الحكومية الأخرى في تقديم خدمات مؤتمتها بشكل كامل، وهذا والله الحمد ما هو يعني هو الهدف اللي موجود لدينا. والأسئلة الأولى التي يعني تصدر من الأشخاص كأفراد تتعلق بالخدمات التي تقدمها قطاع وزارة الداخلية المختلفة لهم كأفراد، اللي تقدمها المدير العام للجوازات أو مدير العام للأمن العام أو وكالة الوزارة للأحوال المدنية أو غيرها من قطاعات الوزارة. الله يحفظكم، شكرا لكم. إذن كما سمعنا هذه التفاصيل عبر لسبب مشاركة أبشر في معرض عقاري. أنا توجهت للعقيد طلال الشلهوب المتحدث الرسمي باسم الداخلية بسؤاله أحمد، لماذا تشارك وزارة الداخلية في معرض عقاري؟ وأجاب أن الأمن هو أساس هذه الحياة. من هذا المنطلق تأتي مشاركة بوث وزارة الداخلية. كما ذكرت لك في بداية المداخلة أحمد، حقيقة هناك حضور ملفت عالمي من الحضور من جميع دول العالم، ليس فقط على مستوى دول الخليج أو الوطن العربي. جميل. عبد الله قبل ما أختم معك، في الخلفية يظهر صوت يبدو أنها العارضة، ما قصة هذا الصوت إذا استطعت يعني استيضاحه؟
نعم، عند دخولك مع البوابة الرئيسية يتبادر مباشرة، يتهادى إلى مسمعك صوت العرضة السعودية هنا في بوث وزارة الداخلية، وأعتقد حقيقة أن هذا الصوت يعني يعطي نوع من الثقافة السعودية ويعرف في الثقافة السعودية والموروث السعودي، كونها يأتي في بوث وزارة الداخلية، كون المعرض يأتي بمشاركة وزيارة ليس فقط كما ذكرت لك أحمد على المستوى المحلي أو العربي بل على المستوى الدولي. جميل، يعطيك العافية.